النادي الاهلي وفروعه المختلفه، سواء في اهلي الجزيره سواء في مدينه نصر. تعالوا نشوف اعضاء النادي الاهلي واستعدادات النادي الاهلي في اهلي الجزيره مع الزميله مريم سميح. مساء الخير يا مريم. برحب بك يا كابتن ايمن طبعا، وبرحب بضيوفك الكرام نجوم الاستوديو. تحيي كابتننا الكبار اكيد كابتن شريف عبد المنعم، كابتن عادل عبد الرحمن، كابتن اسامه عرابي، وكابتن احمد بلال. وبرحب بكل متابعي ومشاهدي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. يوم الحسم الحقيقه من داخل مقر النادي الاهلي بالجزيره، يعني يمكن زي ما صفوف استاد القاهره مكتمله، الحقيقه ان كمان صفوف النادي الاهلي ومقر النادي الاهلي بالجزيره مكتمله الى اخرها. منذ الصباح الباكر بدا التوافد يعني باعداد كبيره جدا على مقر النادي الاهلي بالجزيره، وده الحقيقه كان بقاله كذا يوم بيستعد له كل القائمين على المقر الرئيسي طبعا، سواء الاداره التنفيذيه او مدير المقر استاذ خالد مرسي. الحقيقه ان هم استعدوا بشكل كبير جدا. عايز اقول لك على الاستعدادات، زي ما احنا عارفين اكيد تم الاستعانه بعدد كبير جدا من افراد الامن الاداري في استاد القاهره، علشان كده يعني يمكن عملوا خطه بديله او بلان بي طبعا في المقر الرئيسي بالجزيره. يمكن اتمنع تماما منعا باتا كل الاجازات، رفعوا حاله الطوارئ علشان يكون في عدد كافي من افراد الامن ينظموا كل الامور الخاصه بحضور طبعا كل يعني من توجه للمقر الرئيسي علشان يشاهد اكيد المباراه الهامه. عايز اقول لك يعني يا كابتن ايمن ان يمكن بيبقى في 1500 مقعد او كرسي امام الشاشه الرئيسيه طبعا، ولكن بجانب او بخلاف ال 1500 مقعد تم توفير 2500 زياده، يعني كده 4000 كرسي تم توفيرهم لكل الاعضاء علشان يكونوا يعني بيشاهدوا المباراه باريحيه، كمان في ممرات امنه نظرا للاعداد الكبيره. عايزه اقول لك كل المنافذ بكامل طاقتها طبعا منعوا كل الاجازات، ويمكن ده من امبارح كمان يا كابتن ايمن مش من النهارده بس، علشان يستعدوا بصوره كامله طبعا. خليني اقول لك كمان ان الخمس بوابات شغاله بطاقتها بخلاف بوابه المرسى، 12 شاشه تم توفيرهم في مقرات او يعني اروقه النادي والمنافذ المختلفه، شاشه رئيسيه وكمان شاشة عملاقة في المبنى الاجتماعي أو في التراس طبعا العلوي، بجانب بقية الشاشات 12 شاشة في المجمل. الحقيقة أن النادي الأهلي يعني يمكن كان لينا حديث مع الإدارة التنفيذية ومدير المقر، كانوا مستعدين أن هم يستقبلوا من 12 ل 15 ألف عضو النهاردة، خاصة أن عدد كبير جدا بيتوافد، وده كانوا على علم بيه أكيد بقالهم أيام كمان في النهاية. خلينا أقول لك يعني كمان بالنسبة للأجواء كابتن أيمن والتفاؤل اللي موجود، يمكن هم متفائلين بالنتيجه اللي تم تحقيقها في مباراه الذهاب امام الترجي في رادس، يمكن قالوا ان دي يعني أسوأ النتائج الجيده، شايفين انه ان شاء الله النهارده نحقق اللقب ال 12 بالنسبه للنادي الاهلي في تاريخه، وبالنسبه كمان لكولر المره الثانيه على التوالي مطمئنين بشكل كبير جدا، متفائلين بشكل كبير جدا، خاصه بعد ما شفنا المشهد في استاد القاهره. عايزين ان مستر مارسيل كولر يبدا المباراه بشكل هجومي ويسيطر على وسط الملعب علشان نقدر ان احنا نكون بنلعب المباراه دي بأريحية كبيرة جدا طبعا يا كابتن أيمن، زي ما أنتوا اتناقشتوا في الاستوديو التحليلي أو على مدار الاستوديو التحليلي، إن شاء الله نكون معاك يا كابتن أيمن بنحتفل معاك ومع كابتننا الكبار عقب انتهاء هذه المباراة، وإن شاء الله نكون بنحتفل باللقب ال 12 والأميرة السمراء بقى للمرة ال 12 في تاريخ النادي الأهلي. شكرا جزيلا للزميلة العزيزة مريم سميح. شفنا التواجد الجماهيري وقالت لنا معلومة ان اداره النادي الاهلي النهارده في الجزيره يعني عندها استعداد انها كانت تتحمل من 10 ل 15000 متفرج، ده في ملاعب ما بتاخدش العدد ده، فتخيلوا حضراتكم الاستعدادات شكلها ايه. طيب من اهل الجزيره نروح للزميله العزيزه روزان نصر، اهل مدينه نصر، ونشوف استعدادات اهل مدينه نصر ونشوف اعضاء اهل مدينه نصر. مساء الخير يا روزان. برحب بيك كابتن ايمن، وبرحب طبعا بضيوفك الكرام نجوم الاستوديو التحليلي، وبرحب كمان بكل مشاهدينا مشاهدين قناه النادي الاهلي في كل مكان. من داخل طبعا النادي الاهلي فرع مدينه نصر متواجده معاكم لنقل اجواء ما قبل مباراه طبعا الاهلي والترجي التونسي في بطوله يعني دوري ابطال افريقيا، طبعا مباراه العوده والمباراه الاهم والاكبر في افريقيا.
خليني طبعا اقول لحضرتك يا كابتن ايمن، يعني زي ما في جماهير في استاد القاهره يمكن ملايين الاستاد، كمان الاعضاء هنا متواجدين في الفرع وملايين الفرع متواجدين طبعا من بدري يعني جدا علشان يحجزوا مقاعدهم اكيد من امام شاشات العرض الرئيسيه المتواجده هنا في الفرع. يعني عايزه اقول لحضرتك يا كابتن ايمن، يعني لم يسبق اني اشوف العدد ده اللي موجود هنا في الفرع، يعني الفرع مليان الحقيقه، العدد كامل، السعه كامله، جميع الاعبار الحقيقه موجوده سواء صغار او شباب او كمان كبار سن، الحقيقه كمان رجال الامن متواجدين من بدري جدا علشان اكيد يحافظوا على هذا التزاحم، يعني علشان يخلوا كمان الاعضاء مرتاحين وهم بيشاهدوا هذه المباراه. يمكن شايفين كمان اجواء حماسيه جدا من الاعضاء اللي مستنيين لقاء النهارده بالتحديد، وده اكيد شفناه بعد طرح طبعا شركه تذكرتي على الموقع الرسمي التذاكر، بعد طرحها تقريبا بربع ساعه تمت تماما نفاذ التذاكر، وده اكيد يعني شايفينه هنا، وحماس الناس كبير جدا واللي بتدعم وبتشجع النادي الاهلي. كمان في لفته حصلت يعني يا كابتن ايمن خليني انقلها لحضرتك اكيد وللمشاهدين، طبعا بتوجيه من الاداره التنفيذيه تحت طبعا اداره دكتور سعد شلبي، كمان في بعض من رجال الامن قاموا بتوزيع تيشرت النادي الاهلي على جميع الاعضاء مجانا، وده طبعا زود حماسهم بالتحديد طبعا الفئه العمريه الصغيره. خليني اقول مباراه صعبه، مباراه كبيره، الترجي التونسي كمان فريق كبير ومشواره يمكن في بطوله افريقيا يعني شفناه طبعا كلنا وعارفين انه اكيد عنده مدرب كبير وسكواد رائع، ولكن الاهلي بمن حضر ومارسيل كولر وكل اللعيبه اللي النهارده متواجدين في المباراه ان شاء الله قد المسؤوليه، وان شاء الله اللقب ال12 والثاني على التوالي مش هيطلع ابدا من دولاب بطولات النادي الاهلي، ونحتفل يا كابتن ايمن معاك اكيد بعد المباراه بيعني بطوله افريقيا، وان شاء الله باذن الله كل الجماهير دي هتروح النهارده فرحانه سواء في استاد القاهره او في فرع النادي الاهلي مدينه نصر او في كل مكان بيتابعوا مستنيين لقاء النهارده. دي طبعا الاجواء المتواجده من هنا من داخل فرع مدينه نصر. بشكرك وعوده ليك مره ثانيه. شكرا جزيلا للزميله العزيزه روزان نصر.